فقرة الانهيار العصبي بالنسبة لي، وأعتقد بالنسبة لحضراتكم كمان، الفقرة اللي بيبقى فيها مشاعر مش من القلب، من المعدة على طول. الفقرة اللي فيها يعني سرحان، وفيها استغراق في اللي أنا شايفاه واللي أنا موجودة فيه. فقرة المطاعم، مش أي مطعم بقى، لقينا مطعم كده شايف نفسه شوية وعامل قلبان وعامل قلق جامد في منطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد وما حولها، وابتدى التوتر ده يتنقل عندنا في التجمع، وابتدينا نتساءل اشمعنا احنا؟ اشمعنا احنا حرمنا من العظمة اللي بنسمع عليها؟ معانا مطعم سراي. مطعم سراي وطرنا، واحنا اللي بيوترنا بنجيبه عندنا ناخد حقنا منه. بيشرفني في الفقرة دي الجميلة، وارجوكم ما تركزوش فيها قوي وتنسوا اللي هتشوفوه، لان انا واثقه ان ايه في شويه جمال هياخدنا كده. الجميله ساره حماده، رئيس مجلس اداره مطاعم سراي. تسلمي لي يا نشا بجد، عامله ايه؟ الجمال ده نتكلم فيه بعدين حبيبتي، ربنا يخليكي. ولازم ناخد موقف ونحد من الجمال شويه حبيبتي. معايا بقى جمال من نوع اخر، جمال اللي هو يعني الساحر. الساحر اللي بيعمل اكل مش هيرضى يقولنا طبعا هو بيعمله ازاي، واحنا عارفين كل ده، بس هيشرح لنا على الاقل ايه الاكلات وايه الاسامي بتاعت الاكلات دي. معانا الجميل الشيف عبد الله صلاح. ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله تمام. مش صلاح عبد الله؟ ايوه عبد الله. لا بس يا عم صلاح ده حبيبنا ودمه سكر ويربي. أيوة كده طبعا ده حبيبنا كلنا. كده عم صلاح. والله كلنا ركز عم صلاح. يا ريت يعني، يا ريت يجي لنا. فين عم صلاح؟ هيجي لكم طبعا. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف القلق اللي انتوا عاملينه ليه؟ ليه عاملين كده في الشيخ زايد وفي 6 اكتوبر يا ساره؟ بصي هقول لك ليه. اولا في مطاعم في الفتره الاخيره كتير منتشره. أي. من دول مختلفه طبعا، بس هو الفكره ان احنا في سراي عملنا الاجواء نفسها عثمانيه. فاهمه يعني؟ تدخلي البرجوله. انا سامعه عن الشو والبرجولات الخاصه. أيوة. اللي هو يعني لو انا عايزه بقى ايه اطقنعك كده قدام حد من اصحابي فاعزمه وندخل برجوله كده. ونعيش والاجواء حوالينا. ايوه دي حياه فعلا. والشوهات الخاصه اللي بتتعمل لكل برجوله، والاكل بيستوي قدامك وبيتعمل الاكل قدامك وبتفير قدامك وبتبكب قدامك، فكل الحاجات دي بتخلي الناس مستغربانه. والذهبيات اللي احنا بنستخدمها في الديكورات الناس مستغربانه، على الرغم ان احنا الاسعار مش فظيعه يعني. لا ما هو بس هي الاجواء حلوه. حاجتين بقى، سيبك انت من الاجواء طبعا والديكورات والحاجات ده شيء عظمه، بس بيروح اول ما بشم الريحه بنهار انا بقى. واول ما بشوف الفاتوره بنهار برضه. يعني الحاجتين الانهيار. لا لا عندنا ما فيش انهيار. انا سمعت بقى، انا سمعت ان عندكم في ريحه تجعلنا ننهار. ايوه ونطلب انواع اكتر واكتر، ولما نشوف الفاتوره الحكايه بتبقى ايه ده؟ طب يا ترى يعني يا ريتنا كنا طلبنا اكتر من كده. ايوه دي حقيقه فعلا. وبياخدوا بقى ديليفري، لان الستات برده مش عايزه تروح تحضر تاني يوم، فبياخدوا حاجات. يعني ها هنتكلم. أيوة. في ده بعدين مع الابتزاز. أيوة. طب كلمني بعد اذنك يا شيف عن الاكلات بشكل سريع، يعني اشرح لي ايه. بصي احنا عندنا المطبخ التركي مميز ببعض الاصناف موجوده هنا، احنا ابتدينا بيها. عندنا حاجات شوهات، وعندنا منها الادنى متر، دي سيخ متر بيطلع عندنا مختلف عن الجميع. احنا عندنا بنطلعه بالمتر. لا بسمه مش كفته عاديه، هي اسمها كفته بسمه. كفته بسمه بيطلع بالمتر. طب ما تناولني يا ابني، تناولني يا حبيبي علشان بس حاضر. دي بيطلع بالمتر. لا استنى تناولني وامشي يا اختي. بصوا الحركات الجامده دي، يعني ثابته يا فندم، ثابته يا فندم. ودي كل يعني نصيحه لكل حد بياكل في المطعم، المزورة في جيبه، عشان لو متر ناقص سنتي نرجعها على طول. ماما بتقولك توصل نرجعها على طول. لا بزيادة ما شاء الله. دي تكفي كام حد مثلا؟ بتكفي يعني من فردين لاربع افراد. تمام الاربع افراد، لان اللحوم كتير. يعني دي كافيه. وبعدين احنا برضو مميزين، لان حاجات كمان سايد اوردرز جنبها. ايوه طبعا. تمام. احنا شغالين بلحوم مكانها وروح مكانك حبيبي. لحوم فرقه. استناني بقى على اللحوم بقى. الناس بتقول ان طعم اللحمه بلدي مليون في المية. هي فعلا بلدي. طب في ظل غلاء اللحوم مش بلدي ومن مزارعنا احنا. عندنا اوريدي مزرعه في شعرابي فبناخد منها اللحوم. مننا فينا يعني. طب انا شايفه برضو جنب المشويات طبعا انتم مشهورين بيها، في شيء. بصوا بقى مطعم سراي مش بس اكل حلو، مش بس اسعار حلوه وهنبتزهم هناخد اوفرات اكتر، بس استنوا. لا ده كمان هما بيعملوا فقره الساحر. فانا الحقيقه فقره الساحر انا مش عارفه ايه اللي جوه الساحر، فانا هطلب من الشيف انه يعمل لنا
يعمل لنا السحر اللي هيعمله لنا. اوبا يا ترى شايف، اوبا اوبا شايفين جهنم الحمراء؟ يعني جهنم الحمراء جوه اكل انا مش فاهماها. ايه الموضوع ده؟ ده حلو ولا حادق ولا ايه بالظبط؟ هتعرف دلوقتي مفاجاه. طب انا بفكر يلا نتفاجئ عشان الناس برضو النار ما تصيبش مؤمن. ايه ده؟ اوبا انت مش متخيله اصلا. لا استنى عندك انا ما عايزين عايزين قدامنا هنا ولا ايه؟ فكها لك عشان لا خليه كل حاجه قدامنا. خلاص ماشي موت. اوبا اه هل مش هنعمل اي حاجه؟ مش هنعمل حاجه؟ يا جماعه العظمه. طب ايه؟ اه اهي طلعت اهي. طلعت؟ ده حاجه جوه الفرن دي ولا ايه؟ ايوه دي بتتعمل في 6 ساعات. دي فراخ مدفون. فراخ مدفونه. فراخ مدفونه في الملح. فراخ مدفونه في الملح؟ اه بتستوي في الملح كده وفي النار كده 6 ساعات. 6 ساعات؟ ده تتلاقيها من جوه هتبقى عظمه. عظمه. طب ما تدوقنا برضو، نحب ندوق معاكم عشان نقول للناس هل فقره الساحر دي. اتفضل طبق ايه اهو يا فندم؟ وبايدك الكريمه انت فيها جوانتي اهو، نحب ندوق مع حضراتكم. يعني طلع لها حته عشان تفتح. مش مفجوعه للدرجه دي فممكن. اه عايز افديها لك هنا على الرز. دي الفراخ بتاعتنا مدفونه. تمام. بصي مدفونه. ممكن نموت النار دي. نموتها بعدين. ماشي. اديني يا ابني وانا اتصرف بقى لان احط لي في الطبق هبتدي ادوق ومش عارفه منين هو عارف ان انا بحب الدبوس بتاع ده. لا ودول الرز بقى كمان. لو سمحتم لما نروح سراي نطلب فقرة الساحر بمحتواها. احنا في عندنا 18 شويه. لا استنيني اللحمه دابت من غير ما ندوقها. شكرا النار بقى نطفيها. هتطفي دلوقتي. خلاص انزلي خلاص كفايه كده. الفراخ دي بقى 6 ساعات بتستوي؟ ده عشان كده. انا ما ده راحت. لا هما كمان بيعملوها تتبيله حلوه قوي والرز بتاعها مختلف طبعا. الرز ده بقى بس ده الرز ده مش رز الساحر. بس رز رهيب بصراحه. يا شيف يخرب بيت جمالك. ايه ده؟ انا والشيف. طب لا انا ما دوقتش. ايه ده؟ اعتقد مره زمان دوقتها في بلد من البلاد بس مش عارفه فين. ما اكيد في تركيا. الله. يعني اكيد في تركيا. هو بقى الحلو في سراي انه معيشك الاثنين مع بعض. يا جماله. لا في كمان في نفس عارفه. بالمصري في نفس. طب بعدين نشوف الموضوع ده. طب انا شايفه حاجات ثانيه برضو. في طاجن متغطي بحاجه. يعني في طاجن تحس عندك هنا؟ اكيد ده طاجن ريش. ده ريش؟ اه. امال ليه حاجات مخبيه جماله ودلاله؟ ده بيتحط ساعتين في قلب التشغيل بتاعه. انت حاجاتكم كلها بتستوي على الحياه دي بقى. طب تفتحوا توريه للناس ولا مش حابب تفتحوا؟ لا هنفتحه ان شاء الله. عشان بس إيه الاول اوريك الكتف الضاني دوت. فين؟ مميزين بيه قوي. ده كتف. مش انا خليك مكانك يا ابني. بصوا المنظر. شكرا. ده بقى الكتف الضاني. عادة في ناس ما بتحبش الضاني لان بيبقى فيها طعم كده ضاني. فانا هدوق واقول لكم احنا خلاص اعتمدنا المتر بتاع البتاع ده واعتمدنا يقينا الفراخ اللي جوه الساحر دي جوه الملح ده. هنشوف هنعتمد بقى الكلام. اوبا ده بصوا. لا ده باب. بصوا يا جماعه ده انا بعملها كده اتشالت. اعتمدنا الكتف. انت متاكد ده ضاني؟ ده كتف ضاني. ده بيستوي في الفرن بيخش على ما فيش ريحه الضاني الزفرة ابدا. لا خالص. لا خالص. ده مدفون بيستوي مدفون. طب ارجوكم احنا هنروح شله ماشي فكل واحد يطلب حاجه ونمكس مع بعض. يعني اعتمدنا كل حاجه شفناها اعتمدناها الكتف الضاني والمتر الموضوع ده والفراخ اللي جوه لعبه سحر. ايه تاني ترشحه لي حضرتك؟ عندنا الميكس جريل بتاعنا ده مش محتاج بقى. طب بس هقول لك على حاجه احب اشوف تتبيله الكفته. دي تتبيله كفته. ايدك الكريمه. دي اسمها كفته البصمه. هي كفته كمان مزركشه يعني مش كفته اللي هي كده. لا كفته هي مش عاديه لازم تبقى مبصمه. دي اسمها قرفه كباب. ايه؟ قرفه كباب. قرفه كباب؟ قرفه كباب يعني اللي ننسى الاسم. من فضلكم الشيف ده تحافظوا عليه ده صارله قوميه. انا احب اسقف لك لو سمحت.
لا اديني فرصه اسقف لك. انت كده متواضع كده وواقف عادي معانا. ايه يا عم العظمه دي؟ لا ايه العظمه دي ساره؟ لا بجد انا بحب اكله والله. طب مش تخينه ليه؟ يعني لو منك ابقى لا ما هو تخني. لا ما شاء الله كده تخني قوي قوي. الكفته بقى او المشويات دي اللي على الجريل ارجوكم واحد من المجموعه ياخدها. لا وفي بقى اليبرك سرمه اللي هو المحشي المصري بس ده ورق عنب. انت تعالي لي بقى في ملعبي. اه ده ورق عنب. المحشي بقى انت بتعرفي تعمليه ده بقى يا شيف اللي هيفقسك. طب يعني اهو بص هقول لك على حاجه. هو في حاجه مختلفه مش خلطتنا البلدي خالص. ايه بقى؟ سر سرائي. ده محشي لحمه تمام مفرومه وتوابل معينه مش عارفاها. توابل تركي. تركي احنا التوابل بتاعتنا بتيجي من بره اصلا. لا يا لا حرام. طب فاضل دقيقتين الحق بسرعه. عايز تعرفني ايه تاني؟ البيتزا هات التيبون. تيبون ستيك بس جاري بقى اديني في التيبون ستيك ده انا بموت فيها. اوبا بقى دي مصطفى عمر ده عندنا الستيك عموما. تعالي على الرغم على الرغم ان هو اوريدي بيقدمها الا ان هو كان مبسوط بيها قوي. لا مصطفى عمر كمان مش بس فنان عظيم لا مذوق عظيم. لا وجميل فنان جميل وانسان جميل. اه جميل قوي يا مصطفى على ضمانتك هدوق التيبون ستيك. فتفوت يا ابني عشان انا عندي سنان مش سليمه قوي. فيكون حد قاعد يقول لي امال لو سليمه كنت عملت فينا ايه؟ هتقطعي بالشوكه دي. دي اللي بتبين بقى. حبايبك دي بتقطعي ببلاستيك. اه بلاستيك طبعا وبعدين انا بحبها ايوه رير كده. هي ميديوم رير. هو انا هفضل اسقف كده كتير؟ طيب العروض بقى. انا بحب ابتز الناس ارجوكي. عايزه عرض حلو. بصي انا هعمل عرض باسمك انت بنت البلد عشان الاستاذه نشوى. ده هيبقى في الويك اند خميس وجمعه من الساعه 6 للساعه 9. من الساعه 6 من وسبت والله حد من يرجع. خميس جمعه السبت من الساعه 6 للساعه 9 في عرض. ايه هو؟ 50% من قيمه الشيك مجانا. يعني مثلا شيء لا استني اه دي عشان خاطرك والله. مش 10% ولا 20؟ لا 50% خصم. اه 50% خصم على الفاتوره ايا ما كانت. اي مكان بالعدد اللي انا عايزاه. بالعدد اللي انت عايزاه من 6 ل 9 بس دي بالحجز لان هو بالحجز. يعني هو عدد طاولات. يحجزوا ازاي؟ عن طريق التليفون. اه تمام من 6 ل 9 في الويك اند كمان اللي هو خميس جمعه سبت اللي احنا بنخرج فيهم خصم 50% على اي فاتوره واي عدد لمده قد ايه بقى؟ كام اسبوع؟ لحد رمضان. لحد رمضان؟ اه. طب ثانيه يعني بالنسبه لرمضان عشان خاطري عايزه عرض في رمضان. رمضان مفيش لان رمضان بنبقى زحمه قوي ف عشان خاطري عشان خاطري عايزه اي عرض لو طيب. مثلا 15 لان رمضان بيحب اللمه. اه في عندي عرض السلطان بس مش في لا في فلوس ولا في حاجه بس انا ممكن اعمل على عرض السلطان اللي هو 15 فرد 10 افراد 10% عشان خاطر استاذه نشا وديزرت. طيب يا 10% يا ديزرت مجانا. تمام ده في رمضان. اوكي اظن كده عدينا العيد وابتزينا الناس مش هيجوا لنا تاني. ده عشان خاطر استاذه نشا. موت على طعامه الاكل طبعا ما كلمناش لسه على السلطات حاجه عظمه. احنا عندنا سلطه سراي. ايه؟ سلطه مميزين بيها سلطه سراي. هتروحوا تشوفوا بقى بس اتكلمنا في الاساسيات طعم والحمام. الحمام ده الحمام اوبا الحمام ده محشي ايه؟ في نوعين عندنا. ها؟ في محشي برغل وفي محشي رز. برغل؟ اه ولا فريك؟ لا هو التركي برغل. برغل برغل تركي. طب احنا هنشوفه ايه؟ ده رز. ده رز. اه طيب في تقرير هنطلع نشوفه ونشوف عظمه المطعم وانا بدوق البرغل وبدوق الرز ويمكن اقول لكم لما نروح هناك. شرفتوني وانستوني ربنا يخليكي. وافتحوا عندنا في تجمع ولا اسمع واحد ان شاء الله. عندي في مصر الجديده بس سمك سراي سمك. سراي سمك أوه. بنفس العظمه دي اه في مصر الجديده في تيفولي دوم لكن ان شاء الله تيفولي تيفولي دوم. طب اللي عايز يروح مصر الجديده ياكل سمك يروح اللي عايز يروح الشيخ زايد يروح. والاسعار عظيمه والخصومات عظيمه في العرض بتاعنا ورمضان كمان يعني في حاجات حلوه ان شاء الله. هنشوف التقرير وشرفتوني وانستوني وبعد كده انا همشي بقى وباي باي. We'll be right back.
مطعمنا بيتميز بالأكل التركي. فكرة المطعم هي مستوحاة من العصر العثماني، حتى البرجيلة اللي موجودة بره في الأول دور هي كان بيقعد فيها السلطان بيتخذ فيها القرارات الخاصة بالدولة. أما عن المنطقة الداخلية بالمطعم فهي مستوحاة من المتاحف العثمانية القديمة اللي موجودة لغاية دلوقتي. قادرين طول الوقت على استقبال الحفلات واستقبال العزومات، وكمان بنقدر نقدم خدمة الكاترينج الخاصة بالأوردرات الخارجية. فاتحين على مدار الأسبوع من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 مساء. حاولنا في مطعم سراي ننقل لكم الأجواء العثمانية الأصيلة مع الأكل التركي المشهور. حبينا كمان ان احنا نساعد الجيست كلهم لما يقعدوا عندنا يحسوا ان هم جوه تركيا، وجوه تحديدا الاصاله العثمانيه. نقلنا حاجات كتيره جدا من قصر توب كابي اللي موجود في تركيا، زي الديكورات اللي موجوده في السقف وفي الاعمده عندنا. كمان عن البرجولات اللي بره، حبينا ان احنا الناس وهي قاعده تحس بخصوصيه جدا. البرجوله كلها بتتميز ان انت وانت قاعد فيها تحس ان انت قاعد لوحدك او مع الناس بتوعك بدون ما حد يجرح البرايفسي بتاعتكم. كمان اهتمينا ان الاكل بتاعنا يكون التوابل بتاعته التركية، واهتمينا ان احنا ننقل لكم شيخ زايد حاليا. بتقدم خدمة ممتازة وأكل ممتاز جدا، والسيرفيس فيها يعني 10/10. الحقيقة دي أول مرة لينا في المطعم دهوت، وإن شاء الله يكون زي ما احنا متوقعينها وأحسن. أنا اتبسطت قوي إن أنا جيت مطعم السراي، إن شاء الله كل الأكل يبقى حلو. أنا جيت مرة قبل كده والاكل عجبني جدا، والشو اللي عملوه كان تحفه بصراحه. انا سمعت كتير عن المطعم وناس كتير شكروا لي فيه، صحابي وقرايبي، فقررت ان انا اجي اجربه النهارده وان شاء الله هيعجبني ويطلع الاكل حلو. احنا هنا في سراي حبينا نعيشكم في الاجواء التركيه مع الديكورات العثمانيه. كل حاجه عندنا هنا كانك في تركيا بالظبط. طبعا عندنا اكتر من 18 شو مع الاكل بيطلع بالموسيقى التركي. ان شاء الله تنورونا في سراي كانك في تركيا بالظبط.